بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على جزء مهم جدا جوه محرك العربيه، واتكلمنا طبعا في الفيديو اللي فات على محرك العربيه البنزين وايه هي مكوناته وازاي بتشتغل. وطبعا من ضمن المكونات دي موجود، هنتكلم يعني النهارده على السبارك بلاج او شمعه الاحتراق او البوجيهات. وزي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا، ده السبارك بلاج ستراكشر او دي مكونات شمعة الاحتراق، وهنتكلم عليها طبعا، وهنتكلم على ازاي بتشتغل وايه هي انواعها، ويعني ايه هي انواعها وعمرها الافتراضي. ففي الاول كده ان شاء الله هنتكلم على الاستراكشر او المكونات بتاعت البوجيه. خلينا نقول بس كده ايه في الاول، ايه يعني ايه سبب وجود البوجيه. وطبعا احنا قلنا في الفيديو اللي فات سبب وجود البوجيه ان هو اللي بيحصل من خلاله عمليه الاشعال في الخليط بتاع الوقود والهواء، تمام. فالاشتعال ده بقى بيجي ازاي؟ هنقول مثلا المكونات بتاعته، الاستاد او الترمينال النط دي اللي هي المأخذ بتاع البوجيه. بعد كده في الانسليتور، ده اللي هو العازل، بيكون مصنوع من البورسلين. بعد كده الهيكس ميتال شيل او الـ الـ الراس بتاعة البوجيه، دي المكان اللي انا من خلاله بقدر اربط البوجيه جوه الانترنال ثريد بتاع العربيه. بعد كده في الجاسكت ده طبعا بيساعد على احكام ربط البوجيه. بعد كده في الثريد طبعا، والثريد ده بيكون انواع، في بوجيه بيكون الثريد بتاعه طويل وفي بوجيه بيكون قصير. وطبعا ما ينفعش ده يشتغل مكان ده، يعني ما ينفعش يكون العربيه بتاعت حضرتك محتاجه بوجيه طويل ونحط البوجيه القصير، والعكس صحيح طبعا. بعد كده في اهم جزء في البوجيه اللي هو الالكترود، السنتر الالكترود اللي فوق ده بيكون القطب الموجب، والجراوند اللي هو الجراوند الكترود بيكون القطب السالب. وطبعا في شيء مهم جدا بين الاثنين اللي هو الاير جاب او السبارك جاب. دي طبعا ممكن تكون اهم نقطه في البوجيه ككل، لان الجاب دي لو حصل فيها اي خلل بسيط او صغرت او وسعت بمقدار بسيط جدا، ده بيأثر على الاداء بتاع البوجيه وبيأثر على الاشتعال بشكل كبير جدا. يعني ممكن لو في جزء من الملي اختلف، الموضوع مع البوجيه هيكون مختلف تماما، مش هيحرق بالشكل بالكفاءة بتاعته اللي متصنع بيها. بعد كده في الكور بتاع البوجيه، وده الكور اللي قدامنا ده مصنوع من النحاس. فهنتكلم بقى عن دور الاجنيشن كويل، ان هو بيولد شرارة. فدور السبارك بلاج او البوجيه ان هو ينقل الشراره دي من الاجنيشن كويل للغرفه بتاعه الاشتعال او الاحتراق بنفس الكفاءه اللي طالعه من الكويل. فطبعا بنفس الكفاءه اللي طالعه من الكويل دي، زي ما قلت لحضرتك ان هو متوقف على الجاب اللي بين القطب السالب والقطب الموجب. وطبعا هو مطلوب منه ان هو يشتغل بنفس الكفاءه دي تحت اي ظرف، يعني والعربيه على 1000 ار بي ام او العربيه على 7000 ار بي ام، فهو كده شغال وكده شغال بنفس الكفاءة بتاعته. وطبعا الشرارة بتنقل على هيئة طاقة، بتكون من 15000 فولت إلى 45000 فولت، بيتم نقلها خلال السبارك بلاج أو البوجيه. وطبعا الكلام ده بيكون في حالة وصول، زي ما قلنا طبعا في الفيديو اللي فات، في حالة وصول البيستم إلى أعلى نقطة اللي هي التوب ديد سنتر، بيتم نقل الشرارة من الاجنيشن كويل الى الغرفة عن طريق البوجيهات على شكل شحنات طبعا. بعد كده طبعا الجسم الابيض ده او الجسم اللي هو العازل اللي فوق ده بيكون مصنوع من البورسلين زي ما قلنا، ولو في شرخ بيحصل في الجزء العازل ده في الانسليتر اللي هو تحت التيرمينال نط، ده بيحصل فيه شرخ او اي حاجه، حتى الناس بيقولوا عليه او الصنايعي بيقولوا عليه البوجيه ده منفس. طبعا ده بيهرب كهرباء وما بي يعني بيأثر على الحريق بشكل جامد جدا، وده بيؤدي الى ان العربيه بتصرف معاك بنزين كتير او بتقطع او بتفتف، العربيه بتبقى مش مظبوطه بسبب التهريب بتاع الكهرباء ده.
وفي طبعا سؤال شائع جدا اللي هو بيقول لك امتى نغير بوجيهات. طبعا امتى نغير بوجيهات دي برضو بتبقى ماشي يعني على حسب مشيك وعلى حسب البوجيه اللي انت مغيره. هنفترض ان انت مغير البوجيه اللي العربيه بتاعتك الشركه موصيه بيه في الكتاب بتاعها، فانت كده هتمشي ستاندرد. انت مثلا مغير البوجيه بتاعه، هو قال لك هتمشي عليه 60 كيلومتر 60000 كيلومتر، فهنغيره على ايه؟ على 60000 كيلومتر. ده لو احنا ماشيين على حسب الكتالوج بتاع العربيه. طبعا في منها انواع البوجيهات. البوجيهات انواعها اول حاجه النيكل والنحاس، دول اللي هم القدام شويه. النيكل او النحاس دول كان يمشيك ل 20000 كيلومتر. وطبعا النيكل او النحاس او اللي هو بيقول لك يعني بوجيه ريديوم مثلا، الاريديوم او البلاتينيوم بيبقى في الجزء بتاع القطب الموجب فقط. طبعا بعد النحاس والنيكل في البلاتينيوم. البلاتينيوم بيمشي معاك من 50 ل 60 الف كيلومتر، وبيتحمل معاك درجات حراره وكمبريشن اعلى. وطبعا زي ما قلنا ان هو قطب الموجب بس اللي بيكون مصنوع من البلاتينيوم. وفي نوع ثالث اللي هو الاريديوم. الاريديوم طبعا بيستحمل درجات حراره وكمبريشن اعلى بتوصل ل 950 درجه سليزيوس، وبيمشيك من 100 ل 120 الف كيلومتر. طبعا ده يعني حاجه يعني اعلى حاجه تقريبا يعني. وطبعا البوجيهات بتكون مقسومه لهوت وكولد. الكولد ده اللي بيكون مستخدم في العربيات بتاعه المشي العادي، والهوت ده بتاع العربيات اللي هي بتاعه السباقات واللي بيبقى فيها كومبريشن عالي جدا وبيبقى فيها دوز على العربيه جامد جدا. وطبعا في زي ديزجنيشن كده للانواع بتاعه السبارك بلاج او البوجيهات، ودي طبعا بتبقى يعني بتحدد انت عايز بوجيه ايه بناء عن الديزجنيشن ده. ده اللي بيعرفك يعني ايه تعريف البوجيه بتاعك او الرقم زي ما بيقولوا يعني. طبعا احنا لو فرضنا ان هو مثلا بي كي ار 7E11، فطبعا اول حرف ده بيكون شكل الثريد او شكل السن بتاعك. تاني حرفين دول بيكونوا ليهم علاقة بالمقاومة بتاعة التردد. بعديهم بيجي فيه رقم، الرقم ده بيكون المعامل الحراري بتاع البوجيه بتاع حضرتك. طبعا المعامل الحراري ده زي ما احنا قلنا لو بيزيد انت كده يعني لو بيزيد بيخلي البوجيه بتاعك او البوجيه ده اللي انت هتجيبه ده بيتحمل الكمبريشن العالي جدا او الضغط العالي كل ما الرقم ده ايه زاد. بعد كده في حرفين برضو ليهم علاقة بشكل البوجيه، واخر رقمين دول اللي هم الجاب بتاع السبارك، او ده اللي ليه علاقة بالفتحة بتاعة السبارك بين القطب السالب والقطب الموجب. وطبعا زي ما هو واضح في الصورة كده البوجيه ده واحد شمعة، يعني هو البوجيه ده بيسموه واحد شمعة. واحد شمعة بناء على ايه؟ ان هو ليه قطب سالب واحد بس. في بوجيهات تانية بتكون اتنين شمعة، يعني ليها قطبين اتنين قطب السالب بيكون اتنين، وفي حاجة تانية تلاتة واربعة شمعة، يعني ليها اربع وتلات اقطاب سالب. وده طبعا بيزود نسبة الحريق وبيعلي الاداء بتاع البوجيه. وطبعا يعني هو يعني من الاخر كده والخلاص زي ما بيقولوا، ان انت عايز البوجيه اللي انت تحطه في العربيه بتاعتك. ما ينفعش تحط بوجيه كان في عربيه تانية ولقيت العربيه مثلا ماشيه كويس فتقول احط البوجيه اللي هو حاطه، لان اللي بيحكم في الموضوع ده الشركه المصنعه في الاونر مانيوال او في الكتيب بتاع السياره. فانت بناء عليه بتجيب البوجيه اللي هي موصيه بيه وتحطه في العربيه بتاعتك. ما ينفعش مثلا تبقى انت العربيه بتاعتك عربيه بتمشي عاديه وعايزه بوجيه كولد عادي جدا، فانت تحط بوجيه هوت وتقول دي هتجري معايا وهتظبط. لا، الكلام ده غلط. كل حاجة على حسب ما الكتالوج قايل او على حسب الشركة المصنعة ما هي موصية. بس هي دي تقريبا كل حاجة عن السبارك بلاج وازاي بيشتغل وانواعه وامتى نغيره. ويا رب نكون اتوفقنا في الفيديو بتاع النهاردة، وشكرا جزيلا.